أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القائمة النهائية لأسماء المكرمين في الحفل الحادي والثلاثين لتكريم العمال المجدين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي والذي سيقام برعاية ملكية سامية من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في العشرين من الشهر الجاري. هذا الحفل السنوي يشكل حافزا كبيرا للمنشآت المتفوقة في القطاع الخاص. وللعاملين فيها لحثها على بذل المزيد من الجهود نحو تعزيز روح الاخلاص والعطاء والتميز في اداء العمل بمواقع الانتاج المختلفه لمواصله بناء مسيره التنميه والنهضه الحضاريه التي تشهدها مملكه البحرين. ان يشار الى التفاني في العمل ذلك خير. فما بالك لو اتاك الحديث عن تكريم حسن الصنيع على مراى من اعين الجميع. فمن المؤكد ان يكون ذلك اعظم واقوم فعله قصص نجاحات افرزتها العناصر التي جادت اياديها بالعمل المجد والجاد، الذي عكس حرصها بان تكون انموذجا ومثالا للانتاجيه الفاعله التي لا تهدأ وتيره عملها. قوه الفكره التي استندت على قدسيه المبدا، تتمحور حول تكريم المتفوقين من العماله الوطنيه ممن برزوا عبر نوافذ منشات القطاع الاهلي. خطوة من شأنها شحذ الهمم في نفس اللاعب الأبرز الذي تستند على قدراته العملية التنموية وزارة العمل الله الحمد انتهت من مخاطبة أكثر من 1500 من ألف منشأة في القطاع الخاص حصلنا على أكثر من 600 من الردود 600 من الردود قامت اللجنة بفرزها للحصول على ما هو 100 عامل من العمال المجدين وأكثر من 13 من الإداريين المتميزين وسوف يتم كذلك تكريم تقريبا اكثر من 11 منشاه. حفل الاحتفاء بما يقدم عليه عمال الوطن المتواجدين بمختلف مواقع الانتاج من اخلاص ملحوظ لمسيره حياتهم العمليه ما هو الا طريقه مثلى يراد من خلالها رد الجميل بالجميل واكثر. مجرد العامل ينال شرف التكريم تحت رعاية سيدي جلالة الملك هذه أكبر يعني إنجاز وأكبر حافز له وأنا أعتقد أن هذه يعني الفعاليات أصبحت يعني العمال يتسابقون لنال شرف التكريم فيها آلية ممنهجة ومحددة كانت قد اتبعتها اللجنة المعنية بانتقاء العمال المتفوقين ليكونوا ضمن الطاقات الوطنية التي تشغل الصفوف الاولى في التكريم منها سنين الخدمه منها التدريب اللي حصل عليه العامل استيازه وحصوله على شهادات تقديريه كذلك ملفه يكون نظيف من الحوادث علاقته بالزملاء في العمل الشهادات اللي نالها يعني هذه أمام معايير امام اللجنه وما تحيد عنها ولا فيها محاباه لن يقف دوران عجله التنميه ما دام النشاط الذي يسكن محركها في ازدياد وفي تصاعد دائم. فبروز النتائج الايجابيه على مؤشرات النهوض الاقتصادي ما هو الا دليل قاطع على صحه الجسد الذي يعطي. في ساحه التحفيز ينشط الابداع. ومكافأة روح التميز تأتي واجبة من باب التكريم الذي يستهدف اليد التي أعطت ولا زالت تنتج بلا كلل أو ملل من أجل إثبات ذاتها كشريك أساسي من الواجب الاعتماد عليه. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.